اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا المباشر. اعتقال شقيقين وخالهم تورطوا في قتل طفل عنده 5 سنوات بسوق اربعاء الغرب، حيث تمكنت عناصر الشرطه القضائيه بمدينه سوق اربعاء الغرب بتنسيق ميداني مع المصلحه الولائيه للشرطه القضائيه بالقنيطره منتصف نهار يومه الثلاثاء 7 فبراير الجاري، من توقيف 3 أشخاص من عائلة واحدة وهم شقيقتان وخالهما، وذلك للشباب في تورطهم في جريمة القتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة والتي كان ضحيتها شقيقهما القاصر البالغ من العمر 5 سنوات. وكانت مصالح الشرطة بسوق الأربعاء الغرب قد باشرت يوم الجمعة المنصرم إجراءات معاينة جثة الضحية بعد العثور عليها بمنطقة خلاء بالقرب من دوار ولاد بن سبع، وذلك بعدما كان يجري البحث عنه لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائه في ظروف غامضة إثر مشاركته. رفقة أفراد من أسرته في حفل زفاف بالمنطقة، وقد مكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة على عينات والأثار المرفوعة من مسرح الجريمة من توقيف المتشبه فيه الرئيس المتورط في تعريض الضحية للقتل العمد، وهو خال الضحية الذي يبلغ من العمر 22 سنة، كما تم توقيف شقيقتي الضحية البالغتين من العمر 17 و20 سنة للاشتباه بتورطهما في التخلص من الجثة وإخفاء معالم الجريمة. تكف الإجراءات البحث الميداني حاليا على تحديد الدوافع والخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الجريمة والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، مع الإشارة أن الخبرات الطبية الموجودة أظهرت عدم تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي. وقد تم الاحتفاظ بالمشبه فيهما الراشدين تحت تدبير حراس النظري، بينما تم إيداع الفتاة القاصرة تحت المراقبة، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. السلامة كيف ما سمعتوا معنا وعلى المباشر مشاهدينا الكرام، اعتقال شقيقين وخالهم تورطوا في قتل طفل عنده 5 سنوات بسوق الأربعاء الغرب. مشاهدينا الكرام، بالنسبة للناس اللي التحقوا بنا، حيث تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب بالتنسيق الميداني مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة من منتصف نهار يومه الثلاثاء 7 فبراير الجاري من توقيف 3 أشخاص من عائلة واحدة وهم شقيقتان وخالهما، وذلك للشباب في تورطهم في جريمة القتل العمد مع إخفاء معالم الجريمة والتي كان ضحيتها شقيقهم القاصر البالغ من العمر 5 سنوات. كانت مصالح الشرطة بسوق الأربعاء الغرب قد باشرت يوم الجمعة المنصرم إجراءات معاينة لجثة الضحية بعد العثور عليها بمنطقة خلاء بقرب من دوار ولاد بن سبع، ذلك بعدما كان يجري البحث عنه لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائه في ظروف غامضة إذا مشاركة رفقة أفراد من أسرتي في حفل زفاف بالمنطقة. وقد مكنت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية المنجزة على العينات والآثار المرفوعة من مسرح الجريمة من توقف المشبه فيها الرئيس المتورط في تعريض الضحية للقتل العمد، وهو خال الضحية الذي يبلغ من العمر 22 سنة، كما تم توقيف شقيقتي الضحية البالغتين من العمر 17 و20 سنة للاشتباه في تورطهما في التخلص من الجثة وإخفاء معالم الجريمة. تكف إجراءات البحث الميداني حاليا على تحديد الدوافع والخلفية الحقيقة وآراء ارتكاب هذه الجريمة والكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، مع الإشارة أن الخبرات الطبية الموجودة أظهرت عدم تعرض الضحية لأي اعتداء جنسي. وقد تم الاحتفاظ بالمشبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراس النظري، بينما تم إيداع الفتاة القاصر تحت المراقبة، ذلك على الخلفية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لتحديد مستوى ودرجة تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.